فقرتنا الأخيرة النهاردة هنتكلم فيها عن واحدة من أقدم وأعرق الجامعات في بلدنا وطني العربي أفريقيا بل في العالم كله، جامعة عين شمس اللي تأسست سنة 1950، يعني في يوليو 1950. النهاردة بنتكلم عن حوالي أكتر من 73 سنة على تأسيس جامعة عين شمس، واللي وقتها كان اسمها جامعة إبراهيم باشا. بعد ثورة 52 تم إعادة تسمية جامعة عين شمس في سنة 1954 واتسمت جامعة هليوبلس. في نهاية 54 اتسمت عين شمس، لأن عين شمس هو الكلمة أو الترجمة بالعربي لكلمة هليوبلس. 15 كلية، 2 معاهد عليا، وخريجي من جميع أنحاء العالم، دكتور فاروق الباز والدكتور فاروق العقدة، أكمل إحسان أغلو التركي اللي هو كان أول أمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي، أول أمين عام منتخب لمنظمة التعاون الإسلامي، خريج جامعة عين شمس. وفطاحل بقى مهندسين وخبراء وعلماء وعد لحد بكرة الصبح. المهم جامعة عين شمس دي بعد ما كانت في طليعة الجامعات، النهاردة كل يوم بترجع في ترتيب الجامعات. لكن قبل ما أروح للترتيب، النهاردة فوجئنا بهذا الخبر تحت رعاية السيد رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني. قال لك جامعة عين شمس تنظم حفلا ترفيهيا للطلاب بحضور الفنان أحمد سعد وباقة من النجوم. مين بقى اللي هيحضر؟ قال لك أحمد سعد والعازف شريف الجاسر والممثل خالد عليش، بالإضافة لبعض من الفرق الاستعراضية والرقاصين والرقاصات. ده فين؟ ده داخل جامعة عين شمس، في حرم جامعة عين شمس، في الجامعة العريقة اللي مبنية بقالها 74 سنة، قلعة العلم والمتعلمين. وقال لك كمان ان الحفل برعاية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والاستاذ الدكتور عبد الفتاح مسعود رئيس نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب. مصيبة كمان ان الحفل معمول اسرة عاملاه اسمها طلاب من اجل مصر. زي ما بقول لكم كل نقيصة في البلد، كل رذيلة، كل مصيبة سودة بتتعمل باسم حب مصر. أسرة تبع رئيس الجامعة اسمها أسرة حب مصر جايبة أحمد سعد. فكان المشهد ده، شغل يا سيدي المشهد، كان المنظر ده. شوف كده الطلبة والطالبات شايفين بيتزقوا ازاي، شايفين بيتعاملوا ازاي، كأنهم أنا آسف أنا آسف قطيع مواشي. شايف العيال والبنات على بعض ازاي كملة. قال ايه؟ عشان في الجامعة في الحرم الجامعي يتفرجوا على أحمد سعد وعلى خالد عليش وعلى عازف الجيتار مش عارف مين وعلى الطبال مش عارف مين وعلى عارضة الفنانة الاستعراضية مين. سمع يا سيدي الصوت، خلي الناس تسمع الزق والخبط والرزع والإهانة اللي اتعرض ليها النهاردة طلبة عين شمس والحرم الجامعي في عين شمس. حقيقي انا حزين والله. انا كنت في يوم من الايام طالب في الجامعه، حزين على الطلبه واللي بيحصل فيها. المفروض وسط الحاجات اللي حوالين الطالب والشاب، الجامعه بتقدم له نموذج، جامعه تعمل له ندوه تثقيفيه، حتى الترفيه يبقى ترفيه بادب. لكن يا سيدي هتقول لي سيبهم يرفعوا عن نفسهم، حاضر خليهم يرفعوا عن نفسهم. جابوا خالد عليش وجابوا احمد سعد ودفعوا لهم على الترابيزه في الوقت اللي طلبة جامعة عين شمس بيعانوا من زيادة المصروفات. جامعة عين شمس زودت المصروفات على الطلبة 200% السنة اللي فاتت، 200% زادت المصروفات على الطلبة، بالإضافة كمان لسبوبة الكتب الإلكترونية والملازم والاسكتشات اللي تتباع للطلبة، استغاثة طلاب الجامعات من الكتب الإلكترونية ومنهم جامعة عين شمس. لما كلمه رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني عن زيادة المصروفات، قال لا والله ده الجامعة ما عندهاش موارد، الجامعة ما عندهاش مليم في الخزنة تقدر تقدم دعم لطالب واحد. نفس الجامعة اللي ما عندهاش مليم تقدم دعم لطالب دراسات عليا
او طالب مغترب مش لاقي حته يسكن فيها، او طالب ما معهوش فلوس يدفع المصاريف او عايز يجيب كتاب، هي نفس الجامعه اللي عامله النهارده حفل فني مجاني للمطرب احمد سعد. طب مين دفع فلوس المطرب؟ مين دفع فلوس الفرقه؟ مين دفع فلوس خالد عليش اللي هيطلع ينكت في عين شمس؟ الله اعلم. طب بالله عليكم، مش كان الجامعه النهارده اللي بتتراجع كل يوم في التصنيف بسبب فشل الاداره كان اولى بيها انها تهتم بالجامعه؟ قال لك الجامعات المصريه في التصنيف العالمي التراجع سيد الموقف. جامعه عين شمس النهارده تصنيفها كام؟ 1522 على مستوى العالم. متخيل جامعه عين شمس العريقه 1522 على مستوى العالم، جامعه القاهره 764، وطبعا الجامعات بقى جامعات السعوديه وقطر والحاجات دي في الاول، واحنا جامعه عين شمس 1522 قبلها 1521 جامعه. بتهيألي كده ايه؟ قفلت جايه في اخر في ديل البتاع. طب بالله عليكم، مش الفلوس اللي انصرفت على احمد سعد وشويه الطبالين اللي معاه كان اولى بيها المعامل بتاعه كليه العلوم في جامعه عين شمس، واللي الطلاب النهارده بيقول لك ان المعامل اتحولت لاطلال، التجارب فيها ما بتكتملش وبنتعرض لاغماء. بالله عليك دي تخرج عالم؟ طب دي تخرج كيميائي؟ تخرج دكتور؟ لما المعمل ما فيهوش تجربه بتخلص للنهايه لان كل حاجه متكسره. طب الفلوس دي مش كان اولى بيها مستشفيات عين شمس اللي الاهمال فيها سيد الموقف، واللي حالات الوفاه بالاهمال الطبي كل يوم بتزيد رغم كلام الحكومه؟ قال لك دفعنا 480 مليون جنيه لتطوير مستشفيات جامعه عين شمس. شوف بقى سعادتك، بعد التطوير، بعد التطوير الدكتور احمد الكرداني ده استاذ جراحه قسم القلب بكليه الطب جامعه عين شمس بيقول فوق يا حكومه لاول مره في التاريخ يتوقف العمل بقسم جراحه القلب بعين شمس بسبب ازمه الدولار. عارف ليه؟ اسم جراحه القلب، حط لي كده التغريده بتاعت الدكتور احمد، قسم جراحة القلب في جامعة عين شمس واحد من أقدم الأقسام في العالم، قال لك 41 عام بقسم جراحة القلب والصدر جامعة عين شمس، للأسف لأول مرة في التاريخ القسم الأربعاء 17 ديسمبر توقف عن العمل عن عمل عمليات جراحة القلب بسبب الفشل الإداري وأزمة الدولار والبقاء لله. لا في بنج ولا في أدوات ولا في أدوية داخل قسم جراحة القلب في عين شمس. طب الفلوس اللي اندفعت او اتصرفت النهارده على احمد سعد مش كانت اولى؟ طيب خد الخبر الاخير ده واختم بيه. فاكرين الطفل ياسين؟ كنت عرضت لحضراتكم حالته واللي مات بالاهمال بعد ولادته بخمس سنين، ايضا كان داخل مستشفى عين شمس ما حطوهوش في العنايه المركزه وحطوه تحت سخان وهيتر لحد ما مات محروق. ياسين مات محروق في جامعه عين شمس بسبب الإهمال وعدم وجود الإمكانيات. الأطباء قاعدين في المستشفيات اللي تحولت لخرابات، الطلبة بيعانوا بسبب المعامل اللي بايظة ومتكسرة ومش عارفين يدفعوا المصاريف. عايز ترفع؟ رفع زي ما انت عايز. عايز تجيب أحمد سعد؟ جيب زي ما انت عايز. عايز تعمل حفلات ترفيه وأفراح وليالي ملاح؟ اعمل زي ما انت عايز، بس الأول قدم خدمة تعليمية للطالب، طور المستشفيات، ارفع المعاناة عن الطلاب، وتعالى كلمني عن ترتيبك ده. انت معلش يا ابو 1500 في دير ترتيب الجامعات جاي النهاردة تعمل لي حفلة وتجيب لي وتخلي الطلبة والطالبات يتزقوا بمنتهى الإهانة بالشكل ده؟ ده وضع التعليم في بلدنا، فضيحة في الحرم الجامعي بعين شمس مع الأسف برعاية الدولة ورئيس الجامعة.